عنوان غذاء الرشاقة والجمال، لتكون دعوة لكل امرأة للاهتمام بذاتها، بصحتها وجمالها، لتكون متألقة في كل وقت. هذه الأمسية برعاية مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين لبنان وضحى كلينيك البقاع لبنان. مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين مؤسسة تربوية تهتم بتأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية واستثمار طاقتهم للوصول بهم إلى الاستقلالية والفاعلية في المجتمع. هذا المركز الذي تأسس منذ 7 سنوات في البقاع لبنان، وهو يركز على أهداف 4. الهدف الأول العمل على مثلث توعوي الكفيف الأهل المجتمع، حيث نبدأ مع الكفيف بمصالحته مع ذاته وتقبلها وترسيخ مبدأ أن الإعاقة صفة توجب مراعاة الاختلاف ولا تعني العجز أو الانتقاص، ومن ثم تأهيل الأهل والمجتمع ليتقبلوا هذا الاختلاف. الهدف الثاني استقبال أي كفيف من أي جنسية ومن كافة الفئات العمرية، والعمل معه حسب خطة فردية تراعي الخصوصية لكل فرد، وذلك بإشراف مدربين مختصين. الهدف الثالث التعاون مع الجامعات والمدارس لتطبيق برامج الدمج، وذلك لتذليل الصعاب أمام المكفوفين للحصول على شهادات عليا. أما الهدف الرابع فهو توظيف المكفوفين واستثمار طاقاتهم واكتشاف مواهبهم. يحتضن مركز البصيرة حوالي 100 كفيف من كافة أنحاء لبنان ومن البقاع بشكل خاص. هذه الأمسية تقدمها شابة فقدت بصرها في عمر 16، وبعد 2 شهر التحقت بمدرسة خاصة للمكفوفين حيث تخصصت باختصاص علمي، ثم دخلت الجامعة لتتخرج أول اختصاصية تغذية كفيفة في لبنان والعالم العربي. نالت إذن مزاولة المهنة وافتتحت عيادتها في العام 2016، وحاليا تكمل الماجستير في التصنيع الغذائي، محاضرة في العديد من الجمعيات والأندية الرياضية، وتعمل في مستوصف عناية الطبي، تقدم برامج تغذوية في العديد من الإذاعات وعبر وسائل التواصل، من مؤسسي مركز البصيرة والساعين لنشر الوعي حول قضايا الإعاقة عامة والإعاقة البصرية خاصة. قوة في الحضور، قدوة في العلم والعمل، تميزت بحسن إلقائها وبراعتها في التواصل. يسعدني أن أقدم لكم اختصاصية التغذية ضحى خروب، وأتمنى لكم أمسية ممتعة ومفيدة. أهلا وسهلا بالجميع. شكرا على تقديمك دنيا. انا بدي رحب برشا من مصر، هلا شفتها فاتت وبكل اللي جو فاتوا من جديد. بس بدي ارجع اذكر يا صبايا، اعملوا معروف، فوتوا اكتبوا اسمائكم بالتشات وانتم من اي بلد واسم الجمعيه اللي بتنتسبوا لها. يلا اسمعهم، بس بلشي شير السكرين قولي لي لانا ابدا كمان. اسمها يعني نحن محاضرين بهذه البرزنتيشن صور، بس انا حاشرح كل شيء موجود بالصور، فحتقدروا تتابعوا عن النظر والسمع بشكل كتير طبيعي ان شاء الله. اسمها اسمها ملتي شير للسكرين.
هلا انك انتو سامعانيني منيح؟ صوتي واضح؟ صوتي واضح يا دنيا؟ ايه الو، صوت واضح ضحى، واضح كتير منيح. تمام. انا كنت حابة نبلش بالسلايدز. وين اسمها؟ ان كان مش عم تسمعني، نعتذر يعني، بس تعرفوا الانترنت بلبنان. اسمها اسمها ضحى، أنا سمعتك عاملة presenting للسلايدز. تمام، يعني بينوا هلا طبيعي. اوكي. يلا انا راح بلش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. أيها الأحبة، قيل المرأة التي تهز السرير، التي تهز المهد بيمينها، تهز العالم بشمالها. كيف لا وهي التي تنشئ وتبني جيلا من القادة، من الذكور والإناث، فتغذيهم بمبادئ التربية السليمة بحبلها السري، مذ كانوا صغارا أو أجنة في رحمها، وتغرس فيهم مبادئ الحب والاحترام. ومن هنا كان لزاما علينا أن نطرح في أمسية اليوم العالمي للمرأة أسس التغذية السليمة، ونغرسها في قلب كل أم وأنثى، لتكون مستعدة لتأهيل جيل يمتاز بالصحة الجسدية والبدنية والنفسية. سنبدأ المحاضرة بالشعار العالمي لشهر التغذية 2021، هو شهر مارس أو آذار من كل سنة، بيعتبروه الشهر العالمي للتغذية. والشعار لهيدي السنة هو personalize your plate، أو أضفي طابعك الشخصي إلى طبقك. هون عنا دعوة لكل إنسان يختار نظام غذاء صحي يتناسب مع بيئته وذوقه ووضعه الصحي، ومنشجع كتير الناس على الأسس الصحية، حنفصل فيها أكثر. محاضرة اليوم مثل ما مبين من عنوانها تهتم بالرشاقة والجمال، حتركز كتير على الشعر، البشرة والأظافر، بالإضافة إلى الرشاقة والوزن. اليوم رح نطرح أكثر من 24 عنصر غذائي بأساليب مختلفة بيساعدوكم على هيدا الشيء. حأعتمد 4 أساليب بالطرح لحتى ما تنسون: أسلوب القصص، أسلوب المجموعات الغذائية، أسلوب العناصر الغذائية، وأيضا أسلوب الألوان. وبالآخر هيدا حيكون بالجزئية الأولى، نحن حنتعرف على المجموعات الغذائية وما تحتويه كل مجموعة من عناصر، وحنعرف كيف حنتعرف عليهم. حننتقل لنحكي عن الكولاجين، وخصصت له قسم خاص فيه لأهميته. حننتقل للقسم الثالث، حيكون عن أعداء الصحة بشكل عام والجمال والرشاقة بشكل خاص. ومن بعدها حنختم ونترك مجال للأسئلة. فإذا خلينا نبدأ بالبداية. عم نشوف هون في عنا قصة صغيرة أنا حطيتها بالأول لنستخلص منها الأغذية وتذكر أنا وياكم كل شيء. منقول دنيا شربت الماء وهي تحت أشعة الشمس، تناولت غداء مؤلف من سمكة متبلة مع طحين شوفان وبيض، وتناولت معهم شوربة عدس بقلبها في بروكولي وجزر، كما أخذت سلطة السبانخ. سلطة كان فيها شمندر، رمان، جوزني يعني، وزيت زيتون. وبالخير حطينا خيارين، أول خيار عصير الجريب فروت أو هو الجريفون، وأيضا عصير اللبن أو العيران. وبالنسبة للتحلية حبينا نحليها، فحطينا دونت شوكولا مقلي، وحطينا كوكتيل أو سلطة فول. هلا ليش احنا هيك القصة؟ لتتذكر المجموعات الغذائية. خلينا نروح على أول مجموعة غذائية ورغبية السمك. السمك يا شباب، يمكن يكون معنا شباب، ينتمي إلى مجموعة البروتينات، وهي أول مجموعة حبيت بلش لأهميتها ولدور البارز بهيدا الموضوع. أول عنصر بهالمجموعة اسمه البروتينات.
تركيبة الضفير الشر البشرة هي أصلا البروتينات بتنقسم قسمين بالتحديد، قسم نباتي وقسم حيواني. عم نشوفهم بصورة مقسمين، القسم الحيواني من اسمه يعني الأشياء الحيوانية، السمك، اللحمة، الدجاج، البيض، الحليب، اللبن. الأشياء النباتية هي البقول وبعض البذور وبعض المكسرات. البقول يعني الأشياء اللي بتعمل نفخة بشكل عام، مثل الفول، العدس، الحمص، البازيلا إلى ما هنالك. هلا أنا بلخصهم على طول للي بيتابعوا معي كلمة جبال لحتى ما تنسوا المصادر الغذائية. جيم جبنة، لبنة بيض. باء هي البقول والبعد البذور، بالتحديد مثلا بذر الميال كثير غني بالبروتين. أما الألف هي الألبان، يعني هون نقطة اللبن والحليب ومشتقاتهم، واللام ألفه. فأول عنصر غذائي ناخده بروتين. هلا شو اللي بفرقه؟ ليش ركزت على التاخد نباتي وحيواني؟ نباتي عيب انه بيكون ناقص حمض امين، ناقصه شغله انا بكمل له اياها اني اخلط مع النشويات وخضره، بيصير مثل بروتين اللحمه. بروتين اللحمه انتم بتسمعوا هاي كواليتي بروتين او عالي الجوده. عالي الجوده يعني كامل، بيعطيني كل شيء بدي اياه من البروتين. فاول عنصر غذائي اذا كان عندنا هو بهيدي المجموعه البروتينات. هنروح للعنصر الثاني اللي عم بتدل عليه السمكة، وهو كتير مهم، الأوميجا 3. أكيد أنتم سمعانين بزيت السمك أو الأوميجا 3، وكتير بتشوفيه بمكملات الشعر والضفير والبشرة. الأوميجا 3 من أي مصدر حيواني، مثل هون حطيت بالصورة، أنا تعمدت إنه يكون في سردين وتونة لإلكم، من يكون بالأشياء المعلبة حتى لو بسبيعل، موجود بالأسماك. قديه بيكون السمك طازج، أعلى بتكون نسبته بالمأكولات البحرية. المصدر النباتي ما بينوب مطرح المصدر الحيواني، بس كتير مهم، بتلاقوه ببعض المكسرات والبذور. على رأس هيدي المكسرات الجوز، على رأس البذور بذور الفيتامين، بذور الفيا. هون عم نحكي عن عنصر غذائي هو الأوميجا 3. هنروح للعنصر الغذائي الثالث، هو الحديد. الحديد انتم بتعرفوا اصلا اللي عندهم حديد فيهم بكثروا شعر بشرتهم شيح وإليك. الحديد هالقد عنصر مهم، لأنه قاعد بتولي كتير كرات الدم الحمراء اللي هي بتنقل الغذاء الأكسجين لكل أعضاء الجسم اللي فيهم البشرة. بتلاقوا أصلا بمكملات الفيتامينات والمعادن بشكل عام للضفير وللشعر في حديد. الحديد كمان حطيناه نباتي وحيواني. عم نشوف المصادر الحيوانية باللحمة، بالكبدة، كبدة البقر، كيف هو الحديد بالنباتات، بالسمك، بالدجاج، شوي بالبيض. المصادر النباتية للحديد بتتذكرون بالسبانخ، بتتذكروا فوق حطينا نحن السبانخ، خضروات الداكنة في الخضرة هتمرق كتير معنا، لونها أخضر كتير مهمة، بالرمان وبالشمندر، عشان هيك حطينا لها اياهم بالسلطة للدنيا كرمال تتغذى بالحديد منيح. بس شو عيب الحديد النباتي؟ موجودين بالعدس، عشان هيك نحن حطينا شوربة عدس. بس الحديد النباتي يعني بالسبانخ وبشوربة العدس على طول على طول بفيتامين سي، ولا يقدر الجسم يمتصه. أنا من اللحمة بمتصه بدون جلد حدا وبدون أي معوقات، بينما من المصدر النباتي لازم أحط فيتامين سي. فيتامين سي بتذكروا بالشغلات الحامضة، يعني الحامض، الفلفلي، البندورة، رح يمرق بعد لقدام الفيتامين سي. بس مثلا الرمان لا كتير بوصوا فيه، لأنه في حديد وفي فيتامين سي نفس الوقت. وهيدا هون يعني ده عن الغذاء الحيواني، انه هلا قدام حتشوف بعض اكثر في اشياء انا ما بخلي المصادر الحيوانيه. غلط اقول انه احنا ما نبتكي ونحن لازم نضاجع. اللحمه كثير ضروريه ومهم ومطاف ما إلى بديل، بس نتناولها بكميات معتدله. هنروح للعنصر الرابع، هنشوف عندنا مجموعه بي كومبلكس او فيتامينات البي. أهم اثنين للشعر والضفير البشرة هم B7، بتسمعوا البايوتين، B12. البيت بتتذكروا كثير بالبيض أو بالبروكلي، عشان هيك نحن حطينا بروكلي. ممكن بعض الأحيان جزر باللحوم أيضا، هي أهمية اللحوم. بنشوف B12 ما بتلاقوه إلا بالمصادر الحيوانية، يعني ما بتاخد من المصادر النباتية. النباتيين ما بياكلوا أبدا أبدا لا لحم لا دجاج ولا بيض، جيبوا B12 من الصيدلية. هلا بصور في فطر، بس الفطر انا ما فيني اقص منه البيت 12 الفطر. هلا هون احنا هو الاربع بيميزوا هاي المجموعه، واصلا بتنفرد يعني في كثير اشياء ما باخذهم الا من هاي المجموعه. فلذلك خطا كثير نحن نشيل اللحوم، بس بنفس الوقت خطا بالغ بكميه.
هاي أول مجموعة غذائية طرحنا في عدة عناصر غذائية فيها وركزناها بالسمك. هنروح للمجموعة الغذائية الثانية وهي مجموعة النشويات، ثاني مجموعة مظلومة. مجموعة النشويات كمان فيها كتير عناصر غذائية. هلا هون الشوفان ساعة ما قلنا حطينا مع السمك شوفان بيرمز لمجموعة النشويات. أيضا عندنا بهي المجموعة مثلا من البطاطا، عندنا القمح الكاملة، عندنا البرغل، عندنا الرز، عندنا المعكرونة إلى ما هنالك. أول عنصر بيدخل بهيدي المجموعة هو عنصر السيليكون. لا يمكن في ناس مش سامعين بالسيليكون قبل مرة، بس هو موجود بالفاصوليا مثلا. هون لنأكد أهمية البروتين النباتي. هلا هحكي لقدام قديه احنا لازم نتناول لحمة وشو أحسن شيء. كمان هون عم نشوفه مثلا بالشوفان، عم نشوفه بالرز الأسمر وإلى ما هنالك. يعني هو موجود بعدة مصادر، بس أنا ركزت على هاي المجموعة حبيت لكم لأنه هون كثير مهم ندخلها. طيب غذائي عن ياد، فإذا كان العنصر الأول السيليكون أنا أهمية هذه المجموعة نحن ندخلها. وهون يعني قبل ما أنت قلنا العنصر الثاني اللي حنحكي عنه اللي هو الزنك. الزنك كمان كثير بتلاقوه باللحوم، من المصادر الحيوانية وبالأخص المأكولات البحرية كثير كثير فيها زنك. هلا بالكورونا بتشوفوا مريض الكورونا بيعطوا زنك للضفير، زنك للشعر، زنك للبشرة، زنك. فالزنك موجود كمان بقشرة بالقشور، يعني القمحة الكاملة بقشرتها. هون ساعتنا احنا ما بنقشر القمحة، بقشرة بنلاقي زنك. بالشوفان مثلا بتلاقوا زنك، ببعض المكسرات زنك. بالصورة مبين عندكم اللحمة، الكبدة، مبين أيضا بالمأكولات البحرية. فالزنك هو تاني عنصر بهيدي المجموعة وكتير مهم. وتعمدوا تحطوا هون مش مع اللحمة، مع انه بينحط مع مجموعة البروتينات واللحوم، بس لأكد أهمية انه نحن ناخد النشويات. وهون بدي اوضح نقطة، انه بعض الاشخاص يعني طرحوا نظرية انه لا انا 30 جرام من الخبز الابيض مثل الاسمر بيعطوا نفس الكالوريز، 80 كالوري 80 كالوري، بس ابدا مش نفس الفوائد. فانا هي ضد الفكرة، النشويات غلط تشيلوها، لازم تضل، بس قد ايه بتضل على طبيعتها وكامله هيدا افضل. يعني هول عم نحكي عن غالبيه المغذيات بتلاقوهم بالقشره تبع القمحه وقشره تبع الرز وقشره تبع المعكرونه. هلا هون العنصر الثالث هو عنصر الكروميوم. كمان الكروميوم عم بتشوفه يعني موجود مثلا بالرز، بالشوفان، بالتوست الاسمر، مثلا موجود بالحمص. هون لاهميه البروتين النباتي، فنحن بنلاقي بمصادر غذائيه كثير، وبيرجع اهميه التنميه. والعنصر الأخير اللي حنحكي عنه بهذه المجموعة، هون برجع بأكد لكم يعني مثلا عفوا، إذا بتضل البطاطا بقشرتها، إذا بتضل بنلاقي الرز البني، المعكرونة السمراء، برغل الأسمر، هيدا كثير أكيد بيكون أفضل. وآخر عنصر عندنا عنصر النحاس. بيرجع النحاس عم بتشوفه أيضا بالمصادر الحيوانية، موجود بالكبدة وبغيرهم، بس كمان عم نشوفه مثلا بالتوست الكامل، بالمعكرونة السمراء، بالرز البني، أحيانا بنلاقيهم بالبطاطا. فهي المجموعة أيضا مهمة، وشفتوا قد إيه عطتنا 4 عناصر غذائية، يعني عنصر عناصر كتير مهمة. رح ننتقل إلى المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الدهون. والدهون مرات كتير بيتهمون تهم باطلة. الدهن على فكرة من الأشياء اللي كتير مهمة لبشرتكم. أول عنصر بمجموعة الدهون من اسمها الدهون، بس شرط تكون دهون جيدة وبكميات معتدلة. هون الدهون الجيدة يعني عم نحكي مثلا مكسرات، يعني المكسرات هي اللوز، الجوز، البندق، عم تحكوا بذور، بذر الميال، بذر التشيا، بذر اليقطين، بذر البطيخ، عم نحكي الافوكادو، في ناس بيعتبروه فاكهة، هو دهون ودهون جيد. اللي بيحب اكثر اسماء العلمية اسمه بوفاز وموفاز، وزيت الزيتون والزيتون. هون في شقفة شوكولا محطوطة، انا رح احكي على لقدام شو هي دهون الشوكولا الجيدة والكاكاو. في انواع دهون وفي مواد مضاده للاكسده كتير منيحه، هنحكي عنه لقدام. العنصر الغذائي الثاني هو الفيتامين اي. يعني كمان احيانا كتير بكريم الدهن او كريم الشعر او الشامبوز بتلاقوا فيتامين اي. فالفيتامين اي هو كمان من العناصر اللي كتير كتير مهمه لنضاره البشره وصحتها والى ما هنالك. وكمان بالصوره عم بيرجع يبين عندكم البروكلي، السبانغ، الاشياء الخضراء، المكسرات، الدهون، اكثر شيء بتلاقوه بالمكسرات وبالبذور وبزيت الزيتون للفيتامين اي، بالحبه السوداء، بحبه البركه، بذور الكتان، بذور التشيا. بس كمان ممكن نلاقيه مثل ما قلت بالسبانغ، بنلاقيه بالاشياء اللون اخضر، البروكلي. عم بتلاحظون اني عم يمرقوا كذا مره الاغذيه اللي ذكرناهم بالاول. والعنصر الغذائي الاخير هو السيلينيوم. كمان كتير بتلاقوا بمكملات الضفير ومكملات الشعر السيلينيوم، واكثر شيء مهيمن بتلاقوه بالمكسرات والبذور. عم تشوفوا بالصوره غالبيه الاشياء اللي فيها سيلينيوم، يعني بذر الابيض، بذر الميال،
زيت الزيتون، الاشياء غالبيتها بتكون اشياء يعني بتنتمي الى ما مجموعة المكسرات والدهون، البذور المكسرات اكثر شيء. هيك بنكون خلاص ثالث مجموعة، ونأكد نرجع أهمية الكمية والنوعية. يعني أنا ما بدي أروح أخذ اللحوم المسدي والمقلي فيها أصلا صنعوا، بدها تكون دهون طبيعية، الكمية أهم شيء. يعني المبالغة بهول غلط. هل حنروح لمجموعة جديدة هي خلينا نسميها مجموعة الخضرة والفواكه أو مجموعة الألوان؟ هلا حنبلش بالألوان. ما يميز الفاكهة والخضار انهم بنك الفيتامينات والمعادن. قديش فينا نقول مهمين كمان، هو كتير 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 مهمين. وقديه بتزيدوا ألوان حتزداد الفوائد. هون ببلش شيء معنا شيء انتي اوكسيدنت او مواد مضادة للأكسدة. مادة مضادة للأكسدة يعني هيدي المادة عم تمنع تأكسد الخلايا، يعني التأكسد احترق الخلية. فأنا هون مثل عشميها وغلفها. شيء تذكروه بالألوان، وأنا قسمتهم كألوان لخفف عليكم تتذكروهم بسرعة، ما فوت كتير بأسماء علمية. أول شيء عم نشوف اللون الأخضر أو أخضر البروكلي. ليه حطينا البروكلي وركزنا عليه؟ هو كل مجموعته هي مجموعة الخضروات الصليبية، يعني البروكلي، الزهرة أو القرنبيط بيسموها، الفجل، كله كتير مهم. هون عندنا البامية، عندنا الملوخية. اللون الأخضر يعطي العديد من المواد المضادة للأكسدة، منهم مادة الصلفات شيء مشهورة. تتذكروا باللون الأخضر حتى مثل بالكي. هلا نروح لون هنا، هون عندنا اللون البرتقالي. اللون البرتقالي من اللي بالمانجا، بنلاقيه الجريب فروت. شفتوا هنيك عصير الجريب فروت تتذكروا؟ عصير الجريب فروت او عصير الجريفون بالعربي، كمان لون برتقالي. عندنا المشمش، عندنا الشمام، عندنا الجزر، بيعطوا مادة البيتا كاروتين او فيتامين الف. كمان فيتامين الف كثير بينحكى عن المناعة وبينحكى عن البشرة. فاللون البرتقالي هي مادة مضادة للأكسدة كتير منيحة لصحة البشرة والضفير والشعر. راح نروح للون اللي بعده، بتشوفوا مادة اللون البنفسجي، لون البيربل. هو مسؤول عن مادة مضادة للأكسدة أخرى لكم بشو بيبين معنا، الأنثوسيانين. الأنثوسيانز هن مواد كمان مضادة للأكسدة، كتير بينحكى عنهم بخصوص القلب والسرطان، وكمان عم ينحكى على كورونا عنهم، بينحكى للبشرة اللي عاملاهم بالبيتنجان، عم بتلاقوهم بالشمندر، بالرمان، بالملفوف، بالملفوف الأحمر هون. فشفتوا اللي بتتذكرون، وبس بالأخضر ينسى الشاي الأخضر. فكرة الشاي الأخضر كمان مضاد للأكسدة، مادة الفلافونويد. هلا آخر لون هو اللون الأحمر. لون أحمر ليك بتبين معنا البندورة، مثلا بالكرز، بالبطيخ، بالفلافل الحلوة، هي مادة اللايكوبين. هاي المادة كمان مادة مضادة للأكسدة وكتير منيحة لصحة البشرة، وبتحمي تحديدا من سرطان البشرة. وبما أنه عم نحكي عن البندورة الحمراء، هون صار لازم نحكي عن الفيتامين. كمان الجريب فروت أنا حطيته فوق لعصير الجريفون، أكد لكم عن أهمية الفيتامين سي. الفيتامين سي كل شيء طاقته حامضة، يعني بدقان حامض، حمضية، جريب فروت، فاكهة حلوة، بندورة، هول الشيء كله فيتامين سي. الفيتامين سي هلا صعب يعني، فلا كل شيء يعني هو كتير مهم وكتير منيح ومن الغذائيات الضرورية. بعد ما خلصنا الألوان، يعني هون بدي أكد أهمية نحن التلوين، قد إيه بتلون الخضرة والفاكهة. لو بدي أحكي عن مواد مضادة للأكسدة بكرة ما بنخلص، بس حبيت أذكركم فيهم الألوان. هلا رح نروح على آخر مجموعة غذائية، هي ضلت مجموعة الحليب. هلا مجموعة الحليب طبعا الحليب واللبن، حنتعرف على شيء هون اسمه روبايتكس أو بريبايتكس. كمان بتلاقوا ناس عم بيجيبوا من الصيد بيقول لكم خميرة. هل البروبايوتكس هلا البريبايوتكس هن بيساهموا بتصنيع البروبايوتكس اللي هي البكتيريا الجيده بالمشروم، بتقوي مناعه كل شيء. فالبروبايوتكس ممكن نلاقيها طبيعيا باللبن الرايب. لا البريبايوتكس عم تشوفوا بالصوره في الموز، في العسل، في القمح الكامله، في الهندبه، هو بيساهموا بتصنيع كمان بالثوم. كما قلت مثلا خيار ولبن عم باخذ يعني مواد كثير منيحه لدعم المناعه والبشره. لا الدراسات طلعت حول انه الحليب مش منيح للبشره وبيعمل حبوب، هي دراسات منا صحيحه وفيها كثير انحياز. رأيها سريعة بس لنعرف انه لا انا كثير مهم اتناول من هيدي المجموعه. تمام.
هلا كان في سلايد اولانيه نحن نسينا نحطها، بس انا حرجع لها لانها لاهميتها. معنا كانت لازم تكون اول شيء لنا شربت المي قعدت تحت اشعه الشمس. رجعنا لها يا اسمها، انا عملي معروف لسلايد الفيتامين دي اللي احكي عنها قبل ما انتقل للالوان او للكولاجين. المي رجعنا لها اسمها، المي كمان من العنصر الغذائي الاساسي للصحه، نظافة البشرة، لجفاف البشرة، للشعر، لكل شيء. المي، فالمي من العناصر الغذائية الأولى والعنصر اللي حطيته تحت أشعة الشمس لدنيا. وعم بتشوفوا بالسلايد الثاني هون فيتامين دي. الفيتامين دي كمان عم بينعطى لمرضى كورونا، منيح للمناعة وكتير منيح للبشرة. بس هون عم نشوف بالصورة إنه هو في بعض المصادر الغذائية مثل صفار البياض، مثل بعض الأسماك المدهنية، بس مش كافيين. يعني أنا إما بدي أتعرض لأشعة الشمس وجسمي بصنعه بالوقت المناسب، هلا احكي عنه اكثر كيف، او بدي اضطر اخذ حبوب مدعمه. لكن كيف بنعرف نحن عندنا فيتامين دي ولا لا؟ بس في على الجوجل بتحطوا فيتامين دي كالكوليتر، بتحطوا دوائر العرض وخطوط الطول تبع بلدكم، بيعطيكم باي اشهر بالسنه ما عندكم اشعه بتصنع فيتامين د، وبيعطيكم باي ساعات. يعني مثلا بلبنان اذا خطنا وحطينا دوائر الطول وخطوط العرض بيعطينا انه بشهر 11 12 1 و2 ما في اشعه بتصنع. بالأشهر الباقية عندنا الفيتامين دي من الساعة 10 للساعة 3. لازم يكون التعرض مباشر بدون أي كريمات، بدون أي واقي أو عنصر عازل، وبده يكون على القليل الوجه والكفين لمدة 20 دقيقة 3 أو 4 مرات بالأسبوع. هي على القليل، هيك الجسم بيصنع فيتامين دي. تمام، فهيدي عناصر غذائية نحن ما فينا أبدا نهملها. لاحظتوا كم عنصر غذائي صرنا عدين وقديه هن مهمين. هلا رح نروح لشغله بعد كتير 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 مهمه. بعد ما خلصنا كل المجموعات الغذائيه وشفنا الفيتامين د والماي، رح نروح للكولاجين. الكولاجين درج كتير، وبالاخص بسنه 2019 طلع كتاب كتير بنصح المهتمين بالقراءه اسمه ذا كولاجين دايت بالقراءته. انا عملت حلقه تفصيليه بتلاقوها على اليوتيوب عن الكولاجين بكافه التفاصيل وشو احسن الانواع، بس هلخصهم هلا بالصوره اللي مبينه. مبين في الضفير، الشعر، المفاصل، البشره، وكتير عم ينعطى بيقول بيخلص من التجاعيد والى ما هنالك. الكولاجين هو احد الاثباتات اللي بتاكد انه نحن غلط نستثني المواد الحيوانيه من الدايت، بس لازم نعتدل. هلا هو بيجي من العظم، ممكن يكون عظم سمك، عظم مواشي، او عظم دواجن. احسن شيء عظم الاسماك. هلا ممكن نحن نصنعه بالبيت، انه نغلي العظم ل 48 ساعه وناخد هذه الماده ليطلع اللي بقلب العظم الكولاجين المفيد، او ممكن ينجيب من الصيدليات. المهتمين بصحه هو منيح مثل ما قلت لكم للبشره والضفير وهيك، هيدا بدهم يركزوا انه يكون نسبه الكولاجين 1 وكولاجين 3 من 1 و3 اعلى. المهتمين يكون منيح للمفاصل بدهم يركزوا انه نسبه الكولاجين 2 تكون اعلى. النوع الثاني هي ملخص عن الكولاجين. فكمان كثير بنصح المهتمين ببشرتهم يجيبوا ما في كالوريز، يعني ما حتنصحوا منه، ويتاخد من 3 ل 6 شهور تلاقوا فعاليته. وتفاصيل اكثر بتلاقوها على الشانل تبعتي على اليوتيوب، انا عامله حلقه عنه خاصه عن الكولاجين. هلا هيك نحن بنكون غطينا مثل ما شفتوا اول مجموعه غذائيه، غطينا نحكينا اكثر من 20 عنصر غذائي هن منيح لصحه البشره والضفير والشعر والصحه بشكل عام. وهيدي اساسيات نحن ما فينا ابدا نتخلى عنهم. هلا خلينا نروح الى الجزئيه الاخيره ونشوف شو اعداء. نحن حكينا عن الاصدقاء، بس شو الاعداء اللي عم يهددوا هول كلهم؟ من كل مجموعه هنستخلص شيء. مجموعه البروتينات الخطا فيها مثل ما قلت لكم، خطا نشيل اللحوم، بس خطا تصرفوا بالكميات وتاخذوا مقلي. يعني غلط فوق كان يكون السمك مقلي، لازم كان يكون مشوي، لانه هون بتاكسد الزيوت وبصير في ضرر. والناس اللي بياكلوا لي كيلو لحمه وكيلو سمك كمان هيدا غلط، كمية غلط. كلمة كمية وكلمة ولا تسرف وحتكون أساس معكم. بالمجموعة الثانية الأعداء شو هن؟ الأشياء المأشورة، يعني أنا غلط شيل النشويات، بس غلط أخذها بكميات كبيرة، وغلط أخذها مأشورة يعني بدون قشرة. قد إيه فيني أخذها مأشورة عفوا مش مأشورة بيكون أفضل لإلي. هون أكيد صار بده يدخل السكريات مع مجموعة النشويات، فأنا لا بدي بالغ بالنشويات ولا السكريات. السكريات هون رمزنا لها بالدوناتس، تتذكروا فوق، يعني دونات فوق، مع انه في كتير سكر وكتير هيك مقلي، وفي شوكولا. الشوكولا قلت لكم حاحكي عنه، وفي مواد مضاده للاكسده كتير منيحه، والكاكاو المر.
كمان لذلك نحن حطيناهم، هن كثير منيح للبشره، بس شرط انا وقت ما بدينا الشوكولا انتبه لكميته، انتبه للوحدات، ويكون نسبه الكاكاو المر فيه اعلى من 70%، يعني لازم ينقرا الملصق الغذائي. تمام، فهيدي الاعداء السكريات قد ايه بستبدلهم بالعسل، والعسل كمان قد ايه بيكون عسل منيح، ومرق معنا العسل الاسود مع الحديد هيك بيكون افضل، يعني عسل اصلي يكون بدل هو والفواكه. ليه حطيت سلطه الفواكه؟ انا لقلكم انه سكر الفاكهه وسكر العسل سكريات جيده، لازم نتكلوا عليهم اكثر من غيرهم، لانه في مواد كثير مضاده للاكسده ومن بعد قد ما فينا عن السكر الابيض والسكر الاصطناعي. ماشي، يعني هيك نحن لخصنا هودي الاعداء. والخطا انه نحذف مجموعه الدهون، الدهون لازم ناخذ دهون جيده وكميات معتدله، مش قلنا البذر منيح ناكل كيلو بذر، هذا غلط، ضرينا بصحتنا وزدنا الوزن وزدنا الدهون وزدنا الحبوب. وحذف الخضرة والفواكه عم بيكون من أخطر الأشياء على الصحة، وكمان حذف الحليب واللبن. فحذف آخر مجموعتين عم بيكون هيدي الأخطر. هلأ بالإضافة لهودي أكيد في عناصر أخرى، إنه الإنسان إذا ما بيعتمد حماية صح لبشرته، إذا ما بيبعد عن التدخين والكحول والأشياء اللي بتأذي البشرة، هيدي أشياء أخرى. تمام، فهيك نحن بهذه المحاضرة تعرفنا على الأصدقاء، تعرفنا على الأعداء لبشرتنا، تعرفنا على مصادرهم التغذوية، طرحناهم بثلاث أساليب، بأربع أساليب. أسلوب القصة، بتتذكروا قصة الدنيا وشو طعمينها، بتتذكرون، بتتذكروا المواد المغذية والمجموعات الغذائية، بتتذكروا أيضا العناصر الغذائية. فهيك بالختام أنا حطيت صورة خلص قزح، هي رينبو دايت. يعني رينبو دايت دليل إنه تلون الفواكه والخضرة قد ايه فيها ألوان، قد ايه نحن بنزيد هذه الألوان بيكون أفضل. بس برجع الكلمة الأساسية اللي حنختم فيها بتقولكم: وكلوا واشربوا ولا تصرفوا. هيك نحن بنكون وصلنا إلى ختام هذه المحاضرة. هلا حبلش بتلقى الأسئلة، بس بدي أرجع أذكر كل الحاضرين اعملوا معروف، اللي ما كتب اسمه يكتب اسمه بالتشات يرجع. حابب يسأل يرفع إيده لنستقبل أسئلتكم. تفضلي، مين اللي رفع ايده؟ يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك ألف عافية، شكرا لهالمحاضرة المهمة اللي استفدنا منها. معك لينا سنو من لبنان، أم عمر هلا بروفايلي أنا. هلا هلا، أهلا اهلا وسهلا فيك، بماما. أهلا حبيبتي. بس بدي أشكريك وأقول لك إنه أنا أول مرة بفوت جوجل ميت، ما بعرف كيف بيكتبوا اسمي، ما بعرف وين اكبسي بيكتبوا. على المور اكشنز، على كعب الشاشة عندك مور اكشنز، بيجيكي ان كول مسجز، اكبسي عليها بصير فيكي تكتبي. اوكي شكرا، حاعملها. ما عندك ولا سؤال؟ إيه لا، بس بدي اشكرك انا، استفدت كثير من المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك كمان. مين بعد عنده اسئلة؟ طيب تعليق، حبيته ما حبيته، استفدته، حسيته شي جديد، شي اول مرة بتعرفوه؟ يلا مين بده يسأل؟ نعم تفضل. أنا كثير بتشكرك على المعلومات القيمة اللي حكيتيها، وأهل المعلومات يعني في بعض منها مرت علي، بس أنت يعني أكدتي أكثر من خلال هاي المحاضرة. بس أسألك، أنا سمعت مرة من أخصائيين أو دكاترة قالوا إنه الجسم ما بيمتص الكالسيوم إلا إذا مارسنا الرياضة، هذا الشيء صح أو لا؟ هلا فعليا في عدة عناصر بتأثر على امتصاص الكالسيوم، أكثر شيء الكالسيوم بأثر عليه الفيتامين دي. يعني أنا إذا كل يوم أخذت حليب ولبن وما أخذت كفاية من الفيتامين د، ما بقدر أمتص إلا 15% منهم. فالفيتامين د على طول بيكون مربوط بالكالسيوم، وحتى حبوب الكالسيوم اللي بتيجي من الصيدلية بتلاقي محطوط مع فيتامين د. هلا الكالسيوم من الرياضة كيف بتساعد؟ إذا بدك بتثبت الكالسيوم على العظام أكثر، بتقوي العظمة، هذه المفضلة. أستاذة، طبعا أنا شاكرة لجنابك الكريم على هذه المحاضرة القيمة وهذا الأسلوب الراقي في الشرح والتوضيح، شكرا جزيلا. ولدي سؤال بسيط لجنابك، يعني بالنسبة للكولاجين الصناعي اللي نعم نأخذه من الصيدليات وكذا، يعني فعلا هو هذا يسمن يؤدي إلى لا لا، رفع ما الوزن؟ بيسمن. انا قلت، وانا شخصيا يعني انا جربتهم، وافضل نحن نجيبهم من الصيدليه، يعني هني ما فيهم اي اذى ها وما فيهم اصلا كالوريز وما بينصفوا. يعني انا احسن مصنع واغلي عظام 48 ساعه، يعني مو البيك الشغله، يعني نغلي عظام 48 ساعه.
ارتفع بنفس الفاعلية وكتير منيح. زين، يعني كل أنواع الكولاجين الصناعي هو ما يسمن؟ ايه بشكل عام ما فيهم كالوريز بنسبة عالية. نعم. طيب أستاذة، بالنسبة للريجيم، يعني كيف تنصحي بالريجيم؟ يعني هل عندك في برنامج معين؟ هلا انا ليه بلشت بالشعار العالمي للتغذيه، هني نصحوا السنه انه كل انسان لازم يحدد يعني له وضع خاص، في ناس يمكن تمام. يناسبه نظام المتقطع، ناس لا، عرفتي؟ فكل انسان نعم. بيكون بناسب له شكل، فنحن بنتواصل مع هذا المريض. بس الاسس التغذيه السليمه انه نحن لازم ندخل كل شيء بكميات معتدله وننظم الوجبات ونشرب ماء ونمارس الرياضه. يعني هون كمان الرياضه نحن كنا لازم نحكي عنها، الحركه كثير مهمه. نعم، يعني الريجيم بدون الرياضة لا ينفع، وطبعا معذرة على مش لا الإطالة. ينفع، بلا ينفع، 80% من نزول الوزن هو عبارة عن دايت و20 رياضة، بس الرياضة بتقوي أها، المناعة، جيد. بتشد قد ايه بتقوى عضلتك، بيعلى نسبة الحرق عندك، ما بيرهل الجسم. نعم، شكرا جزيلا، وأني آسفة يا جدا على أهلا يا الإطالة. أهلا، شكرا. لا ولا يهمك، أهلا وسهلا. نعم، في حدا رفع إيده، تفضلي. مين بعد يعطيك رفع العافية ايده؟ ضحى. يا هلا كوثر، تفضلي. يعطيك العافية قلبي، شكرا على الانفورميشن. سؤال، بدي أسألك سؤال عن الكالسيوم والفيتامين دي. يعني احنا اكتر شيء يعني قليل بنلاقي الفيتامين دي بالاكل اللي عم ناكله، اكتر شيء الكالسيوم، فمش كله عم بيمتصه جسمنا. يعني انا إذا ناقص هسه ال باخد إذا حبوب ناقص الفيتامين كالسيوم. دي ايه، ما بتمتص إلا 15% من الكالسيوم. هو بس عم فالفيتامين دي باخد هو مثل سبلمنت، المكتئب. عم باخد اللي عم ياخد سبلمنت سبلمنتس كالسيوم. فيتامين دي، عم ياخد سبلمنتس من هلا في سبلمنتس من الكالسيوم ما فيها فيتامين دي كفاية، فنحن لازم نعرف نقرا. فمن الضروري جدا تقروا على الموثق الغذائي، على علبة الكالسيوم قديش فيها كالسيوم، قديش فيها نسبة فيتامين دي، شو نوعية الفيتامين دي. هاودي يعني بينعطي يمكن محاضرة لوحدهم هذا الموضوع. بس نحن ما بنمتص إلا 15% من الكالسيوم. يعني لو أخذت 1000 مللي جرام كالسيوم، 3 كاسات حليب باليوم، ما بمتص إلا 15% منهم إذا أنا ناقصني فيتامين دي. اوكي ماشي، يعطيك العافية. شكرا كوثر. مين بعد عنده أسئلة؟ حنان، تفضلي. تفضلي يا حنان. الحين اوكي، انا ما اعرف لا جوجل ميت ولا ما استخدمته. ما تسمعوني؟ بيصير، تفضلي. اوكي، أهلا اهلا وسهلا. وسهلا عليكم. اول شيء يعطيك العافيه ضحى، استاذه ضحى، على المحاضره الجميله ومفيده فعلا. انا عندي سؤال، دائما صايرين قاعدين يتكلمون في يعني مؤخرا عن موضوع الحليب، وان احنا لازم نسوي، لازم نوقف يعني موضوع الحليب. انا عن نفسي ما اخذ اي يعني منتجات الحليب اساسا، يعني من انا كنت صغيرة ما اكل يعني اجبان والبان وهالامور. الحين صاير انه لا، انتوا لازم توقفون الحليب لانه full of hormones و يعني harmful ما ادري شنو هالسوالف. فشنو ممكن اسوي؟ حاولت اسوي أنا حليب اللوز وهالامور، اسوي استبدال، بس ما فهمك حبيت فهمك. الموضوع أول شيء بدي يعني. رحت فيكي وبجمعية المكفوفين اهلا الكويتية، وبتشكر حضوركم، اهلا اهلا كتير انبسطت إنك كنتي معنا اليوم. هلأ سؤالك على فكرة سؤال جدا 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 مهم، وكتير انطرح الدراسات، وصار يعني خلاف بين علماء التغذية كتير كبير حول موضوع الحليب تحديدا. بس أنا حوضح لكم هذه الناحية لو نتفي طولت صغيري فيها. أول شغلة، مجموعة منظمة الغذاء والدواء بعد ما اعتبروه مجموعة غذائية منفردة. أنا بس أقول مجموعة غذائية وأحكي عنها كمجموعة غذائية، يعني عطاطيني مكمل غذائي أو عنصر غذائي ما بياخده من مجموعة تانية. فالكالسيوم والبروتين اللي بيعطوه بالضبط الحليب أنا ما بقدر أخده من اللحمة ولا من الواحد. فأول خطأ، نحن خطأ كتير كبير نلغيه للحليب. هلا طالوا هرمونات وما هرمونات، وبيأثر على البشرة وبيعمل نفخة وإلى ما هنالك. فقط الناس اللي عندهم حساسية حليب أو عندهم عدم قدرة على هضم سكر الحليب اللي هي لاكتوز انتولرنس بيشيلوه، يعني أو بنعطيهم اللبن، ممكن يتقبلوا اللبن. فاللبن هو الشقيق التوأم للحليب، اللي بيكره طعمته ممكن يخلطه مع شيء تاني. يعني مثلا أعمل كوكتيل موز وحليب، أعمل كاكاو، أعمل أشياء كيك أو هيك فيهم. هلا مشكلة أنواع الأجبان كمان بدنا ننتبه فيها الكالسيوم الكثير، لأنه بصل صنع عجبني أحيانا بتخسر المصل، مصل اللبن هو كثير بالكالسيوم.
أنا ما بقول ما في مصادر نبتية فيها كالسيوم، بس صعب يكون بنفس فعالية وجودة الكالسيوم النووي. هلا مثلا جبت حليب موز او جبت حليب، وانا حاليا عم بنزل على وصفات لمرضى الحساسيه اللي عندهم حساسيه الحليب ما فيهم ياكلوه، ممكن نعمل لهم حليب رز. هلا هو كعصير لونه ابيض، بس فعليا اذا كان مدعم بالكالسيوم، انت اذا بدك تبعدي بالمره عن الحليب وتجيبي مثلا حليب الصويا او حليب الرز او حليب اللوز او حليب جوز الهند، من الضروري جدا تقري انه انا هيكون كل كوب مدعمينه ب 250 ملي جرام من الكالسيوم، ليكون بيعدل كوب الحليب الطبيعي او الحليب البقري. يعني انا هيكون اخذت الكالسيوم الكفايه منه، فهيدا الشرط الاساسي. بس بيكون في نقص مثلا بالبروتينات او شيء، بيكون في نقص بهذا الموضوع، معودهم من مطرح تاني. بس ككالسيوم بتكون تقروا او اشي بتكون مدعمه تدعيم، يعني ما بيجي طبيعيا فيها كالسيوم كفايه. يعني احنا تمام، ممكن ناخذه بس مثلا نقلل، ولا عادي طبيعي ناخذه كل يوم؟ نفس موضوع ضروري البقوليات اذا كلهم بدك قاعدين للضروري يقولون. ينعمل برنامج توعوي اسمه 3 a day. يعني احنا لازم نتناول ثلاث حصص من مجموعة الحليب لناخد 1000 ملي جرام من الكالسيوم اللي هي احتياجاتنا. فأصلا ثلاث أرباع الناس ما بياخدوا نص الاحتياجات، فكتير عم بيشجعوا أخذ الحليب، والأخص للأطفال، للعظام، للعضلات، إلى ما هنالك. فظلم للحليب نحن نظلمه بهذه الطريقة. والدراسات طلعت قالت إنه عمل حبوب، اتهمون لهي الدراسات. أول شغلة المجموعة اللي عملوا عليها كانوا شربانين حليب البقر، البقر كانوا بهالفترة يعني حبالة، يعني حبل البقرة، فالهرمون عالي. رقم اثنين، ما أخذوا بعين الاعتبار التاريخ المرضي عند هذه المريضة. أنا ما فيني أجوا لهالبنت لأنها شربت حليب طلع لحبوب، وما بتطلع عائلتهم هن أصلا عندهم وراثة حبوب ولا لا. فالدراسات كتير صار عليها نقد، إنها ما كانت دراسة موضوعية. يعني أنا اليوم ما بقول والله الحليب اللي بنصح، وأنا أصلا متجهلة كافة العناصر، هيدا ما عم بيتغذى منيح، ما عم بياخد فيتامينات، ما عم بياخد معادن، عنده نقص حديد أصلا ناقص، بياكل كتير أشياء مقلية، بياكل أشياء مدهنة، وبيجي بيتهم الحليب. أوكي، فغير هيك بالعكس الحليب جدا مهم ومن العناصر الغذائية اللي كتير ضروري. حتى مؤخرا دهون الحليب دهون جيدة، إذا بتكون بطلنا نعطي لو فات ميلك وهول الأشياء اللو فات وغيره. واضح هيك الإجابة؟ أيوة، يعطيك ألف عافية. شكرا يا شكرا. هلا يا هلا. أنت ممكن تاخذيه مع النسكافيه، تفضل. مين اللي بده يسأل؟ أي أنا أحب عادي ممكن، بس هو إيش صار وإيش كثر يتكلمون عننا حتى مرضى لا بقول لك العظام الدراسات غير ولا صحيحة، أوكي لا الدراسات غير أوكي صحيحة. شكرا وكمان عافية. هني مؤخرا ظهرت كثير حساسية الحليب وحساسية الجلوتين لا أو هي كثير حساسية القمح، لانه اصلا غيروا بجينات البقره. يعني بمطرح صاروا يغذوا البقر غلط، البقره الله خليها بتاكل اعشاب، صاروا يطعموه احيانا عظام، صار هذه يطلع هي الحليب الفكرة صح؟ مرتب غلط. هون هي الخطا كان منهم، بس نيجي نتهم الحليب لانه هن اخطاوا، لا، او القمح صاروا بدهم يطلعوه قبل بوقته وما عم بياخد حقه بالنمو، فصار عم بيعمل حساسيه عند كل الناس. بس انا غلط اتهم القمح انه مش منيح. هما لأنه صار يعني قاعد يصير في artificial أشياء والأكل كله صار، فقالوا إنه لا مية لا بالمية تاخذه. فقد الإنسان بيروح صوب الأشياء الطبيعيين. أنا بالشخصية أميل إنه على طول نعطيهم حليب بقري مش حليب مصنع للناس، إلا في بعض الاستثناءات. شكرا. نعم يا هلا، مين رفع إيده بعد؟ في حدا رفع إيده؟ أنا ضحى، نعم تفضلي. وردني سؤال بخصوص، سؤالين بالحقيقة عندي. سؤال بخصوص الفيتامين د، بيقولوا لنا بس تاخدوا حبة الفيتامين د، ما تاخدوا كافيين وراها إلا بعد بساعتين، لأنه هذا الشيء بيسحب الفيتامين الد من الجسم، بطل له أي تأثير. صحيح هذا اوكي الكلام؟ وإذا بيسحب بأي نسبة؟ اوكي وش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، الحليب لأي عمر بضله بيفيد؟ اوكي السلام سؤال عليكم. على فكرة، يلا بس لحظة لجاوبها وباخد سؤالك. وعليكم السلام. هلا بالنسبة فعليا الكافيين بيأثر على امتصاص الكالسيوم، بيأثر على امتصاص الحديد. فنحن بنقول قبل الوجبة بساعة أو بعد الوجبة بساعتين بيتاخدها، بتحكي الوجبة فيها كالسيوم أو حبوب كالسيوم. هلا الفيتامين دي مش هو بيأثر على الكافيين، هو يأثر على شيء مربوط فيه اللي هو الكالسيوم. بس قد ايه النسبة؟ النسبة ضئيلة، يعني 2%. يعني أنا مثلا بقول للمريض تشرب حليب، بيقول لي لا، بقول له إذا حطيت له نسكافيه أو قهوة، بيقول لي إيه. هلا أنا بنكون عندي صفر كالسيوم، أو إني لا والله آخذ يعني أخسر 2% من هذا الكالسيوم، لا باخذ معلش حط كافيين معه واشربه.
فانا نسبه الخساره بتكون بس 2%، يعني مش نسبه كبيره. هلا انا اذا بتجنبها افضل، بس انا اذا بدي الغي الحليب لاجل طعمته ولا احط معه كافيين او نسكافيه او قهوه، لا بحط قهوه ونسكافيه وباخذ ولو 98% من الكالسيوم. هيدا بالنسبه، وما بيأثر على الفيتامين د، بيأثر على البيئه، يعني اذا بدك ابن او شقيق او رفيق الفيتامين د الكالسيوم. السؤال الثاني كان شو سألتيني؟ الحليب لازم من نحن وبرحم الام لحتى نموت ناخذ حليب وكالسيوم، يعني حتى المرأة الحامل بتزيد احتياجاتها عن الطبيعي، بتصير بال 1200 1300 ملي جرام، لأنه الجنين صار بده كالسيوم، بتضل مربوطة معنا لنموت. يعني الخطيرة لكبار بالعمر بتزداد احتياجاتهم للكالسيوم، لأنه بصير عقدة لترقق العظام. بس الفكرة إنه الحليب للصغار ما فيهم ياكلوا، بيكونوا إلا حليب ويهضموا إلا حليب، هاي هي الفكرة. أوكي، تفضل الحدث الثاني. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. أنا بتشرف يا أستاذي، أنا معك الدكتور وليد حسين من عمان الأردن. أهلا وسهلا بالسيد وليد وبكل أهل الأردن. الله يسلمك، أنا أولا بشكرك على هذا العرض المميز جدا. أنت إحنا ما كنا محاضرة، يمكن تتجاوز السيمينار، ما شاء الله عليك، الله التميز يبارك فيك، شكرا. خليتينا متخصصين مش فقط متلقين لمعلومة، اندمجنا الله معك. يبارك فيك، الله يبارك فيك، يعني هذا الكلام سياق الحال وليس مديحا بل هو الواقع، يعني ما شاء الله عليك، لقدام شكرا إن شاء لكم. الله. ست أنا عندي يعني سؤالين، السؤال الأول أو قبل السؤال، هل أنت من الناس المتخصصين بوضع برامج ممكن تعاونينا بعمل حمية نعم أو دايت؟ يعني أنا نعم صراحة عملت أكثر من عملية دايت، أتفاجأ أنه يعني فقط ناجح في تلك اللحظة، يعني مثلا خلال البرنامج صحيح، بنشوف نتائج ريزلت حلوة، بس نتركه بعد 6 أشهر أو سنة كأنه ما في شيء، وكأنها هي تجربة أو برنامج في وقته. صحيح صحيح. بالنسبة هلا للأسئلة، الماء، يعني يمكن سؤال غريب شوي، أنا من عشاق الماء تفضل. بشدة، هل في أي سلبيات لشرب الماء بكثرة؟ سؤال تاني، أنا تقلت عليكي، تقلت عليكي لا بال... بالعكس، اسعد اسعد، ما بدك الله تسأل. يسعدك. الشوكولا، إيش عيوبه وإيش الأنواع المناسبة إنه الإنسان لما يقرأ مثلا، تعرف كل شيء بنشتري بيكون في مكتوب أشياء معينة عنه، إيش النوعية اللي إحنا لازم نقرأ المعلومة اللي بتهمنا عند شراء الشوكولاتة؟ مثلا في ناس مثلا بيشربوها مع بأكلوها مع القهوة مع كذا، إيش النوعية اللي أنت بتنصح فيها فعلا هي مفيدة بتبني مش بتهدم؟ وأنا بشكرك وبتمنى نضل نتواصل معك، تدلينا على طريقة أكيد أنا نضل ححط نستفيد رقم من هاي تليفوني العالمة. هلا. أنت من العلماء ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك، شكرا. شكرا لك. هلا أول شيء بالنسبة لهذا الدايت ليه ما عم بكفي، هذا سؤال كتير مهم، ومن هون هم يحطوا الشعار العالمي لليوم. شفت أنا حط personalize your plate، إنه نقي الشيء أنت بتحبه، نقي الشيء بيتناسب معك، بيتناسب مع وضعك، مع حياتك لتكتسبه كنمط حياة. فالدايت لازم يكون عندك تدريب على نمط الحياة، تعرف وين أخطائك وتصححهم، صحيح. ماشي. هذا أهم شيء بالنسبة للدايت لحتى يستمر ويصير نمط حياة عند الإنسان. وهلا أنا طبعا عندي خدمة أونلاين وبتابع المرضى، في مرضى يعني صاروا 3 سنين ما رجعوا ردوا الوزن لأنه اكتسبوه كنمط حياة لا للدايت. هذا أهم شيء نحن نعلم المريض من غلطه. فهلا بيقولوا أنتم ما تحاربوا، ما تحطوا الشوكولا وهي الأشياء كأنه يا لطيف العدو أو الشيء المخيف، لا نعلم الناس كيف تاكلهم. لا بالنسبة للماء، الماء إلى حدودها، الزيادة كثير بالماء مضرة، مثلا شخص احتياجاته لترين شرب 6 أو 7، بتصير الأملاح بقلب الجسم يعني بنعملها مثل ديليوشن أو كثير كثير دايبة، بتبطل تقوم بفعاليتها. فالمبالغة يعني مثلا اللي واحد أنا هلا كيف بدنا نعرف احتياجات، حطوا حدود من الوزن ضرب 30، هذا عم يعطيني الحد الأدنى. خليني أقول شخص وزنه 50 كيلو جرام ضرب تمام. 30 1500 ملي جرام. هلا انا دوبلته ما حيأثر، اذا شخص عم يعمل رياضه لازم يزيد، مثلا بالشوب لازم يزيد، بس هلا انا رحت شربت 10 لتر هيدا غلط، يعني مبالغه بقدر معين، عرفت كيف؟ ففي حدود لنحن نحسب قد ايه الاحتياجات وقد ايه الماكسيموم. لما بتخيل انت عم توصل ل 7 او 8 لتر باليوم. هلا يعني يمكن بالنسبه لترين للشوكولا، ونص لترين عرفت ونص. كيف؟ انا المرضى بيقولوا لي بشرب كثير، بيطلع بيشرب لتر ونص واحتياجاته 3. فاذا حسبنا على قاعده الوزن ضرب 30، ما حدا بيكون عم ياخذ نص الاحتياجات. ووزعوهم على اوقات الصلوات بحيث صحيح. الانسان بيكونوا موزعين وما بتساهم، واللي بيكره طعمته يعدلها. بالنسبه للشوكولا، في على اليوتيوب عندي حلقه خاصه عن الشوكولا، بس بشكل عام
لازم تعرفوا انه حتى الشوكولا نحن ساعتنا بنقول اعلى من 70% كاكاو هي في يعني بودره الكاكاو. نحن منين بنصنع الشوكولا؟ بتجي حبوب خاصه بيطلع من حبوب الكاكاو المره، بيطلعوا منها زبده الكاكاو وبودره الكاكاو. البودره هي المنيحه فيها المواد المضاده للاكسده اللي حكيت عنها للبشره. زبده الكاكاو إلى بعض الفوائد، بس انا قد ايه بتكون اقل بالنسبه لي افضل. فلذلك بنقول يعني ما بيكفي يكتبوا لك في شوكولا مر، يعني هم استخدموا هذه انه او في كاكاو مر، فانا لازم اقرا بسموها دارك، 70% بيكتبوا عنها دارك. صحيح دارك او السوداء او الكاكاو المر، فانا قد ايه بتكون فوق 70 يعني هذا الشوكولا منيح. بس بنفس الوقت مش بس بدي اطلع هذا الشيء، بدي اطلع على نسبه الوحدات الحراريه. احيانا يعني 30 جرام قد علبه الكبريت او كاتشي هي عباره عن 200 او 300 كالوري، يا فانا الله. كمان بيهمني كثير الكالوري. فهون كمان انا عندي حلقه حكي فيها عن قراءه النسخ الغذائيه قد ايه مهمه. طب احنا نتواصل معك، او يعني يكون في تواصل تمام دائم معك، نستفيد منك يعني ان شاء صراحة، الله. هذا هلا علم انتم نافع يعني. رقمك وصلتوا عليه، هو بيبعت لكم رقمي وانا هحط رقمي بالتشات يا ريت، كمان. بنتشرف فيك يا استاذة، اهلا بنتشرف فيك. وسهلا. وعندي جروب على الواتساب، صفحه على الفيسبوك، تشانل على اليوتيوب، كلهم اسم ضحى خروب، حطوا ضحى طب خروب لو بالاجنبي او تودي لنا بالعربي بيطلع. الرقم على الواتساب او شيء، يا ريت بنكون تمام من تمام هلا خلص. رح نرجع شكرا، نبعته على الدروس كرمال ما تضيعوه. ماشي، تسلم يا استاذة، شكرا شكرا، يا اهلا وسهلا. أهلا نعم، بك. مين بعد فيه؟ نعم، في حدا رفع ايده، تفضلوا. انا شايفه حدا رفع ايده بس ما بعرف مين. اه وليد، بعد ايدك مرفوعه، وطيها بليز. الكيس كتب اسمه بالتشات، شباب وصبايا، بصوا على المور اكشنز. اوكي مور اكشنز، ومنروح نكول مسجز، ونكتب هونيك بعد في شي سؤال، شي استفسار. بعد عندكم أي أسئلة، أي استفسارات، أي تعليقات؟ دنيا عندك شي سؤال؟ الله أخلاق. الله يعطيك العافية ضحى، المعلومات كتير مفيدة، في أمور يعني ما كنا قبل سمعانينا، مثل السيليكون، هيدي أول مرة بعرف إنه بالحبوب موجودة. الله يعطيك صحيح. العافية قيمة. أنا بدي أتشكر كل الحضور، وخصوصا الجمعيات اللي شاركونا، الجمعية الكويتية، الجمعيات من العراق، البصيرة والسراج، من مصر فريق ومضات أيضا كان معنا، من الأردن كمان، ومن أكيد من لبنان يعني. هلا في بدعيكم انا تتابعوا صفحه البصيره على الفيسبوك، مركز البصيره لتاهيل مكفوفين لبنان، وايضا في تشانل على اليوتيوب. نحن عندنا عده فقرات توعويه عم نحطهم، سواء كنوز ثقافيه، مفاتيح لدخول عالم الكفيف، وحنعمل انشطه لقدام ان شاء الله، بندعيكم عليهم. صفحتي انا على الفيسبوك وعلى الانستغرام وقناتي على اليوتيوب، وحطيت لكم رقم التليفون بالتشات للي بيحب يحفظوا، فيكم تتواصلوا مع رقم البصيره بيبعتوا لكم رقمي كمان، واسعد بالانضمام لإلي. انا عندي كمان مجموعه على الواتساب، وعندنا كمان خدمة أونلاين، وهلأ هنشوف الجوائز. اسمها أنا عملت القرعة، هلأ أنا أكيد بدي بدوري أتشكر كل اللي حضروا، وبتمنى أن تكون كل الرسائل وصلت اللي انا بدي اياهم. يعني هذا كتاب هو شي 700 صفحة، بس جربت الخص لكم اياه قد ما فيني اليوم. بعد حدا عنده اي اسئلة، اي استفسارات؟
لو سمحتي أنا بدي أسأل. أي تفضلي. ممكن الجيج واللحم اللي بناكله يكون فيهم هرمونات، يعني هني بيكونوا شوي أحجام من كبيرة، ممكن الشيء يكون هالشيء بأثر علينا على صحتنا؟ هلا ليكي انا بعرف انه هلا هيدا امر يعني مفروغ منه، نحن لازم ناكلهم باعتدال، ما فينا نجيب الشغلات الاورجانيك، بس حتى الاشياء النباتيه بطلت طبيعيه. عرفتيني؟ هلا هن اللي حاربوا الغذاء الحيواني وقالوا لازم نشيلهم، حطوا هيدا احد الحجج، بس ردوا عليهم كمان الاشياء النباتيه بطلت اشياء طبيعيه، يعني لا البندوره ولا الاخيار، فما عيوب ان احنا لازم ناكلهم، يعني صح فيهم عيوب بس فيهم كثير غذاء وفيتامينات ومعادن. ايه شكرا. يا اهلا. وانت اذا بدلتي بالكميه على فكره هون، يعني بعد شغله انه احدث الدراسات لقيت انه احنا لازم نتناول مره لحمه مره دجاج مرتين سمك وثلاثة ايام بقول او البروتين النباتي ذكرناه، وهذا توافق مع القران الكريم، القران ذكر مرتين السمك مره المواشي ومره الدواجن، بس الاعتدال برجع للكميه. نعم مين كان عم يحكي؟ اماني كانت رافعه ايدها، تفضلي. ايه انا. شكرا. شكرا كثير على المحاضرة الحلوة دكتورة ضحى، وعن جد عرفتني على أشياء كثير، وكنت حابة أسألك هلا الشوكولا قديش الكمية اللي لازم إنه ناكلها لحتى ما نزيد الوزن، وإذا تناول الشوكولا بيعمل حبوب الوجه ولا لا؟ كمان برافو يا أماني، سؤال كثير مهم، وطرحت قضية الشوكولا وقضية قضية الشوكولا وقضية الحليب وقضية الفواكه، هني صاروا يقولوا إنه هودي كتير بيطلعوا حبوب بالوجه، بس لاحظون يعني فقط يتأذى منهم المريض الذي عنده حساسية حليب والعنده حساسية شوكولا. أنا ما فيني يجي عمي نقول الشوكولا كل الناس تنأذى منه، فالشوكولا عم بيكون غلط كميته إنه مكتوب عليه دارك، وهو يا دوب في 1 أو 2% دارك، فنحن إذا رأينا إنه في 70 وما فوق وأكلنا بكميات معتدلة مش كيلو شوكولا مر هم، بالعكس أنا هيدا منيح للبشرة، والحليب بالعكس منيح للبشرة. وهلأ من الضروري كل يوم نتناول مثلاً أكل فيه فيتامين دي ولا؟ لا الفيتامين دي أتلك قليل جداً بالأكل، فنحن مضطرين هلأ بهذا الوقت ناخد حبوب مدعمة من الصيدليات، أو هاي الحبوب بتتحدد حسب قديش شخص ناقص، يعني قدي ناقص عنده، أو نحن بدنا نضطر نتعرض لأشعة شمس إذا موجودة. وهذه الحبوب ما بتزيد الوزن؟ لا ما بتزيد. شكرا كثير لك والله يعطيك العافيه. يا هلا، شكرا على مشاركتك القيم يا اماني. شكرا. حدا بعد عنده اسئله؟ اسمهان ايه معك ضحى، عملتي القرعه ولا بعد؟ عملتها. يلا قولي لنا هلا، في نحن عنا 4 جوائز ماشي، نحن 2 مقدمين من ضحى كلينك انا مقدمتهم، و2 مقدمهم مركز البصيرة، خلينا نشوف الاسماء اللي ربحوا. هلا بدوري انا حابة اتشكركم كتير على حضوركم معنا، وبتمنى ان تكونوا استفدتوا من هالندوة، وشكرا كتير لك ضحى على الشي اللي قدمتي اليوم، وانت اصلا كنت الجندي المجهول، انا كمان بدي اتشكرك اني ساهمتي باعداد كل شيء والتواصل مع الناس وتقليب السلايدز وتحضيرهم، فالله يبارك فيك يا اسمهان. وشكرا كمان لاستاذ دنيا على قدمته. وهلا بدي انا عملت الاسماء حطيتهم هيك، بدي اسحبهم سحب، بتمنى التوفيق للجميع. يلا يلا تعملي رشوة يا اسمهان. إذا هيك قبلاني يلا لنشوف موفقين. أول اسم معنا هديل الشمري من منظمة البصيرة الثقافية لرعاية المكفوفين بالعراق، مبروك. يا هلا بهديل، مبروك يا هديل. شكرا جزيلا، شكرا، يعني أشكركم جزيل الشكر أصلا على إقامة هذه الندوة القيمة وهذه المحاضرة التي أفادتني وأفادت الجميع، شكرا جزيلا لكم، أفرحتموني كثيرا. يا أهلا وسهلا. أهلا كمان أسعدنا. شكرا جزيلا، حياكم الله. يا الاسم الثاني يمنى بيضون من المجدل، مجدل عنجر. تمام برافو يا يمنى، يمنى بعدك معنا؟
على كل حال احنا نتواصل معكم ان شاء الله. الاسم الثالث. ثالث حنان المطيري، جمعية المكفوفين الكويتية من الكويت. اوه يلا منيح، كثير منيح. واخر حدا معنا آية زعرور من البقاع الغربي. يلا كثير منيح. هلا انا مقدمه خدمه الدايت اونلاين، نحن هاي الخدمه اثنين حيدفعوا لهم التكلفه، حيدفع التكلفه مركز البصيره، واثنين انا حكون مغطيتهم من عيادتي. حنتواصل معكم، هو دايت يعني بتابع المريض فيه متابعه تامه وبشكل اسبوعي، يعني بلاقي نتائج كثير منيح. هلا اللي من البقاع ممكن اعطيهم فرصه انهم يجوا لعندي على العياده لنعمل البادي اناليسز. تمام، انا لهون نكون خلصنا. انا بتشكر كل اللي حضروا معنا اليوم واستنوا هذا اللقاء بمشاركاتهم القيمه، وان شاء الله بنلتقي بلقاءات اخرى. هلا بترك المنبر لدنيا. الله يعطيك العافية ضحى، الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا على حضوركم، ونلتقي إن شاء الله بلقاءات أخرى. الله يعطيكم العافية، شكرا للجميع. اللي ربحوا يتواصلوا مع رقم البصيرة، عملوا معروف.